هنبدأ بأحلى خبر حصل امبارح، وهو حصول أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024. تصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر ران بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس. خبر تاني كمان فرحنا كلنا، سارة سمير بطلة رفع الأثقال المصرية حصلت على الميدالية الفضية في منافسات أولمبياد باريس 2024 في وزن 81 كيلو. وملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني الخماسي الحديث اتأهلت لنهائي المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وده بعد ما أنهت منافسات امبارح في المركز الثامن برصيد 1391 نقطة بفارق 12 نقطة عن البريطانية المتصدرة للمنافسات. امبارح ارتفع ترتيب مصر للمركز 50 على العالم في الترتيب العام للميداليات بعد حصد أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير فضية رفع الأثقال. وعلى مستوى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، تواجد ثلاثة من نجوم منتخب مصر الأولمبي في التشكيل المثالي لمنافسات كرة القدم ببطولة دورة الألعاب الأولمبية وفقاً لشبكة سوفا سكور العالمية والمتخصصة في إحصائيات كرة القدم. فالثلاثي حمزة علاء وهو الحارس الأفضل في البطولة، وكمان جه الثنائي عمرو فايد عمر فايد مدافع الفراعنة وإبراهيم عادل في التشكيل المثالي للبطولة. الجزائرية إيمان خليف توجت بذهبية منافسات وزن 66 كيلو في الملاكمة في أولمبياد باريس، وتغلبت إيمان خليف في النهائي على الصينية ليو يانغ بإجماع آراء الحكام. الجزائري جمال سجاتي حقق الميدالية البرونزية في سباق ال 800 متر بألعاب القوة، تعتبر أول ميدالية أولمبية في مسيرته بعد حلوله الثالث في سباق ال 800 متر في أولمبياد باريس 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، بس أكيد أخبار فوز مصر امبارح بميدالية ذهبية وميدالية فضية محتاج تحليل أكتر، عشان كده هرجع لزملائي هنا في الاستوديو اللي منها محمد للتحليل الرياضي. شكرا لك يا هلا.